البرنامج الحالي مستوحى من برنامج 2018. مثلا من جملة العناوين الأساسية اللي حكينا عنها ب 2018 كان ملف مكافحة الفساد، ودائما في سؤال شو عملتوا وين صرتوا. أيضا هناك تقرير مفصل وموثق سيعرض على الجمهور وعلى الناس من بداية الملف إلى اليوم. لما حدا بده يسأل يقول أنت يا حضرة النائب ليش أعطيت السؤال الحكومة، هو بالحقيقة لازم يسألني أنا، لازم يسأل شوي حزب الله قبل ما يسأل النائب، لأنه هذا قرار قيادة حزب الله. الدماء الجديدة أيضا لديها مش قد يكون أشخاص كفؤين وجيدين ولائقين، ولكن هو جداد ما عندهم هاي التجربة. وبالتالي الصح هو التالي، أنه طالما القديم ما زال منتجا ومفيدا وحاضرا ومؤثرا، طالما هيك الأفضل أن يستمر هو. يعني بجنوب ما عندنا تغيير. تقول نحن مش رايحين على المجلس النيابي مشان نغير النظام، ما في إمكانية تغيير النظام من داخل المجلس النيابي. كفر.